شوفوا لي الزربيه كامله 180 درهم. هما البنات ما غتصدقوش هاد الزربيه ب 99 درهم. عرفتوا البنات هذه المليون غرزه. شوفوا شوفوا هادو الزرابي زمان هادو. هي البنات الزرابي الكانيش زربيه كامله 180. اليوم عاود الاثمنه البنات راه ما يمكنش. هاد الزربيه كامله 150 درهم. ماشي المتر 150 زيدكم حتى هادي. شوفوا هذا الصوفه كلهم ما شاء الله. شوفوا لي ما شاء الله هالبنات البهار واو. عرفتوا باش 125 درهم ما يمكنش. اسبوع من الجمعه للجمعه تفوت الجمعه غترجع ل 200 درهم و 180. شوفوا الجديد في الموكيط هذا ما شاء الله. عرفتوا هذا الموكيط بشحال البنات؟ 75 درهم. الفري الاميره الاولى ب 200 درهم حتى هي 99. الماطلاسي هذا ديال 99 درهم عوض 200 درهم. هذا الماطلاسي وماطلاسي بالدوغي بثمن حصري 65 درهم بالالوان ديالها. الله يحفظك. شوف 99 درهم اليوم المطروز اللي دار ضجه دار ضجه. يلاه دخل عاوتاني بالتشكيله ديالو كريم. هذا شنو هذا؟ اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد ومسلسل كل اسبوع عند الزرابي البنات وعالم الزرابي كيف ما كتشوفوا كيف ما وعدناكم الفيديو اللي فات. اليوم ما درت لكمش لايف، درت لكم فيديو وعدناكم بالشاقي. عرفتوا البنات اليوم الزربيه الشاقي كامله 180 درهم. الزربيه بهار سمعوني مزيان، واحد الصدمه اليوم في الزربيه بهار. اليوم الثمن راه ما يمكنش، خليوكم معايا. جات الزربيه، عرفتوا البنات الزربيه زمان دوك الزرابي ديال داك الخيط الواعر الحر وديك الخدمه ديال مليون غرزه. اليوم جات اش نقول لكم، هادو الزرابي ديال زمان اللي ما بقيناش كنلقاو داك الحرير ديالهم حتى هي اليوم وفيها ثمن هوته. يخليوكم معايا وغندير لكم واحد الهوته. كذلك شي حاجه في المطروز اللي هي في المحل ديال طلامط. فيديو كيف العاده وكل اسبوع نايضه ان شاء الله. يلا مرحبا بكم. هذا السولد ديال هذا الويكاند والاسبوع اللي ورا الويكاند. السلعه كي جات جيت انا معطله، يلا تحطاتها محمد كيحلها. بالنسبه للوكاليزاسيون محل النعت باين، ودابا عالم الزرابي راه داير ضجه ماشي في كازا، راه في المغرب كامل في المحلات ديالو بالاثمنه ديال الهوته. المحل كيتواجد في حي السلامه حنايا شارع محمد موزيه اللي معروف شارع قهوة الهودوج، باش معروف هذا الشارع من زمان وفين كانت قاسمه الرون بوان البنات. راه الرون بوان المحكمه التجاريه والعمالات بنمسيك، يعني حتى في جوجل مابس ديروا غير العماله ديال بنمسيك غتجيبكم فين كاين هنايا الرون بوان. كاين مرجان ماركت اللي كان قاسمه، غادي تجيو نيشان اونفاس مع مركز تصفيه الدم. مركز تصفيه الدم ها هو وشيك ستيل هنايا بالنسبه للناس اللي جاوا ليها. من الجهه الاخرى كيبقى مسرح مولاي رشيد من هنا، من هاد الجهه هذيك كيبقى مسرح مولاي رشيد والهودج، يعني المحل ديال الزرابي راه جا في الصف تاع الهودج. كنتمنى النعت يكون واضح. شارع محمد بوزيان المحل هو هذا، راهم تيحلوا طيله الاسبوع. الجمعه كيسدوا في نص النهار الاول، كيحلوا في نص النهار الثاني، يعني من وراء الظهر تيحلوا. نبداو ان شاء الله على بركه الله وكيف العاده. اللهم صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. باش نبداو ان شاء الله، شوفوا لي الزرابي اللي غادي تاخذوا اليوم ان شاء الله. محمد السلام عليكم، لاباس عليك؟ كل سيمانه هوته الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك والشكر لله. على الزرابي ديما الجديد، ديما الهوته، ديما الهوته عند راواش. هذا على الزرابي الله يسخر، الزرابي على الزرابي ما عمرش يموت. لا الله يسخر. يلا الجديد اليوم شنو هو؟ بركة الله، سمعوا لي اليوم الزربيه كامله 180 ماشي المتر، كلها 180 درهم هذه الزربيه. شحال فيها؟ متر و20 متر و60 متر و60 على متر و20. ولكن بلاتي قول لهم هذه الزربيه الثمن ديالها الاصل شحال داير؟ الاصليه ديالها دايره 300 درهم. 300 درهم باش غتاخذي غير هذه الزربيه هذه؟ باقي ب 400 درهم. شوف شوفوا الزرابي 450. هاي شوف هاد الزواقه هذه، هادي راه الشاقي والشاقي الفري ياك. هذا الشاقي الفري، هادي راه الشاقي الفري. شوفوا كتكون هنايا، شوفوا هاي في هاد الخيط هذا، في هاد الصوفه هادي شي حاجه مزيانه. شوف هاي النواغ بالكحل والنواغ بالكري. شوفوا الحمر ديالها كي، شوفوا لي زربيه كامله 180 درهم الزربيه كلها هادي. شوف شوفوا الشاقي الحمر متر و60 على متر و20، وكاين فيها الكانيش. هذه كتسمى الشاقي وهذه الكانيش، راه فيها جوج العبارات. هذا العبار هذه حتى هي نفس الثمن 180. شوفوا لي البنات الزرابي الكانيش ضربيه كامله 180. اليوم عاود الاثمنه البنات راه ما يمكنش. شوفوا هذه، شوف شوفوا الخيط علاش مخدوم،
هاد وليت يديروا 300 درهم لهاد العبار. هذا هذا العبار مترو 20 على مترو، مترو 60 على مترو 20. غنشوفوا العبار الكبير، نحلوه هنا، نحلوا العبار هنا. راه هنا محمد، الصحة والراحة. هذا العبار الكبير، هذا شحال فيه؟ هذه كبيرة، هذه فيها جوج على متر ونص. هذه فيها جوج متر على متر ونص. هذه الثمن ديالها 250. كلها 250، كيطلع تقريبا ديك 85 درهم للمترو. شوفوا هادو راه حيت مبرومين يلا غيتحلوا. ها هادو دابا وقتهم، وقتهم هذا ديال البرد، وفيهم الالوان. مترو 70، ها هي مترو 70، مترو 80، جوج وسبعين، مترو 80. شحال جاتها هادي؟ انا نقول لكم دابا الثمن ديالها، هادي 450. عاود العبار جوج وسبعين على مترو 80. شوفوا الالوان، الوان هذا الباج بالماغو، الباج ترابي والباج ماغو والباج مفتوح. 1200 درهم ولات ب 450. شوفوا ما شاء الله. هذه الزربيه الروميه، هذه الزربيه الروميه. العودوا العباره محمد باش نعقل. 72 على مترو 80، 450. غندوزوا للعبار كبر منه واقيلا، ياك نحلوه. هاد الزربيه كامله 150 درهم، ماشي المتر، 150. زيدكم حتى هادي، شوفوا هذا الصوفه، ديك الصوفه القديمه البنات. هادي شفتوا، شوفوا هادي، هادي روميه. هادي شوف، هادي عبار اخر كبير، نفس العبار ديال 450. شوف 450، هادو زوينين. هادو واش فيهم العدد هاد العبار؟ شحال في هاد العبار هذا؟ هاد العبار شحال فيه هذا؟ هادي فيها متر 60 على متر 20. متر 60 على متر 20. هادي ديالاش؟ هادي 250 درهم. هادي ديال متر ونص على جوج. متر ونص على جوج. هادي 250. عقلوا على العبارات باش تعقلوا على الأثمنة، باش ما تقولوش راه زادوا علينا الثمن. بارك شوف. زيدني. نفس اللون واقيلا كيتكرر. شوفوا هادو. عاوتاني هاد اليوم البنات ما غتصدقوش، هاد الزربيه ب 99 درهم. عرفتوا البنات هادي المليون غرزه. شوفوا شوفوا هادو الزرابي زمان، هادو هادي كانت كتباع ب 4000 درهم. شوفوا اليوم 99 درهم المتر. جر ليهم باش يشوفوا، وما فيهاش بزاف، كميه محدوده بزاف. شوفوا الزربيه كي جات، شوف هادي العامره، ولكن في اجي بلاتي بلاتي فيها عبار محدود اللي هو 4 على جوج. اللي عندهم 4 متر على جوج غيتبرعوا. شوف هادي، شوفوا فيها جوج القبات، 100 درهم، 99 درهم المتر. شوفوا شوفوا الغرزه، ما كيبانش لك الحرير نهائيا، ما كيبانش لك الخيط فاش مخدومه. هادي راه شبيهه المليون غرزه. شوف ها انتم البنات، انا نقارن ليكم. شوف شوفوا هنا الغرزات، وشوفوا هنايا ما شاء الله، هادي خطيره. هادي شوفوا تبارك الله كي جات، 100 درهم للمترو. زربيه اللي كانت هاد العبار ديال 4 متر على جوج كانت 4000 درهم. شحال غطلع دابا؟ 800 درهم. تبارك الله، عرفتوا هاد الزربيه ب 800 درهم؟ ما يمكنش. ولكن هادي ما فيهاش 4، هادي فيها 4. هادي كاينه 3 ونص، كاينه 3 ونص وكاينه 4. وريهم الزواقه اللي فيها جوج قبات، اللي فيها جوج قبات. هادي العامره ديالها، راه كاينه لتحت هنايا، هادي العامره ديالها. هادي فيها قبه وحده 3 ونص على جوج، حتى 3 ونص اللي عنده 3 ونص راه زوينه. وكاينه هادي فيها جوج قبات. شوف تفعل يا محمد، شوفوا راه فيها جوج قبات البنات، وراه الثمن والله الا صادم. عرفتي راه هادي راه شبيه هاد المليون غرزه. عرفتي زربيه واعره، ما كاينش الريحه، ما كاينش الخمله، ما كاينش واعره، باينه 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 السلعه ما شاء الله. ولكن اللي عندهم 4 على جوج واللي عندهم 3 ونص على جوج هما اللي غيستافدوا منها، وفيها كميه محدوده. وغنشوفوا دابا هاوت اخرى ديال البهار. عرفتوا الثمن راه ما يمكنش صادم. ملي كنبدا البنات التصوير هذا ماشي لايف، الناس ملي كيشوفوني وكيجيو يستافدوا بالهاوتة. اجيو نشوفوا بهار، الثمن صادم في بهار. يلا البنات، الهميزات العثمانيات هذه يا البنات، هذه في الهوتة العثمانيات البهار، هذه بهار بهار بهار. يلا بالتيكي ديالها، شنو هو بهار تيسولوا عليها؟ هي التيكي ديالها، هاي بهار، هاي بهار، حاجه مزيانه. بهار مقرون ديال تركيا، بهار مقرون معروفه، صدمت البنات. اقل ثمن في السوق 200 درهم، 125 درهم بهار. ثلاثه القبات، هذه 4 متر ولا 5؟
5 متر 5 على متر و80 الثمن عند عند علم الزرابي باش تفهمي 125 درهم 180 درهم 200 درهم متر كاري 200 180 اقل ثمن تبارك الله 125 بهار اللؤ الحقيقيه هذه بهار كيفاش قلتي لها مقرون اللي فيها القرون المهم ما عرفتش شوف كتضحكي ولك شي اللي قال لي انت هذا تركيا انا اللي غنهبط عليها ها هي تركيا بهار تركيا تبارك الله واو شوف شوف 125 درهم للمتر كاري عوض 180 هذه راه دوفاس قلب على الفاس الاخر البلون كاسي اللون طوندونس في الصالون المغربي شوفي شوفوا تبارك الله ما شاء الله شوفوا 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 الطوب ديال الثمن صادمه البنات البهار فري بهار بالتيكي ديالها عوض 180 200 درهم 125 درهم ها الاحمر الباج الطوب شوف تبارك الله بهار شوفوا شوف هذه شحال فيها هذه ما فيهاش العرض شوفوا ما شاء الله شوفوا شوف تبارك الله الباج الباج طوب هذا ولا قلبناها غتعطينا البلون كاسي ما شاء الله ناقص عرفتوا شحال تنقصات فيها البنات من 180 ل 25 درهم 200 درهم هذه بهار الفري بهار فين التيكي من الجهه الاخرى هذه فيها 6 على متر و60 واش نلقاو فيها العبارات كاملين مناش من متر و60 حتى 3 في العرض والطول حتى 6 من متر و60 فيها حتى 3 متر في العرض والطول فيها حتى 6 متر 180 درهم صدقوا او لا تصدقوا البنات هذه ميزه ديال هذا الاسبوع هي فيها العدد ولكن العرض محدود اسبوع فقط يعني غنحط لكم الفيديو اليوم الجمعه انا غنصوروا الخميس غنحطوا لكم اليوم غدا الجمعه من الجمعه للجمعه غيبقى هذا الثمن يعني ملي غنصور الفيديو الجاي ان شاء الله غترجع للثمن ديالها هما تيبيعوها ب 180 باش كيبيعوها للمترو كي جاتكم هاد الهوته هادي راه كلهم ما شاء الله شوفوا لي ما شاء الله هالبنات البهار واو عرفتوا باش 125 درهم ما يمكنش اسبوع من الجمعه للجمعه تفوت الجمعه غترجع ل 200 درهم و 180 شوفوا البوغدو ديالها ما شاء الله شوفوا 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 البوغدو ديالها اللهم بارك شده محمد من تما شد شوف شوفوا البنات شوف شوفوا تبارك الله شوف واعر هذا راه لون وهذا راه لون هذا راه بوغدو احمر وهذا بوغدو مغلوق وهذه شوفوا هنا اللي بغى يستافد مرحبا شحال فيها في العرض هذه 3 ونص جوج ونص شحال جاتها فلوس 125 جوج ونص 3 ونص ها 3 متر هيا زربيه 3 متر ولكن راه فيها جوج كاينه كاينه جوج في العرض ولا لا كاينه راه قال لك 15000 قال لك 15000 وثلاثه في الطول اخويا ياك غتجي 15000 هذه 22 هي 3 على جوج ثلاثة على جوج غتجي تقريبا شي 15 شوفوا ما شاء الله اسبوع فقط غيبقى هذا الثمن هذا اسبوع فقط غيبقى هذا الثمن هذا هنايا الحاج اللي في شي مدينه اخرى مشي الفروع ديالنا نفس الثمن نفس الثمن في الفروع كاملين فاس مراكش اكادير ودابا جديده حتى هي ضيفه دابا حنا في ضيافه جديده في عالم الزرابي شوفوا باقا غنصور لكم تما البنات غادي نمشي وغنصور المتابعات ديالي تما غيكونوا هانيين ومنين غنجي غندير لكم البرومو ديالي انا د الافتتاح الناس الجديده دكاله والنواحي غنكون عندكم الاسبوع الجاي ان شاء الله وندير لكم برومو ديال العثمانيات المتابعات ديالي تما ما شاء الله اليوم عالم الزرابي عاوتاني دائما كتبدع معنا في الاثمنه ما شاء الله هاد اللي جا فيها يلاه كتحط الزربيه ب 125 درهم والعبارات كاملين ها هي كتحط دخل الموكيت نشوفوا 3 بياس دخل الموكيت هذا الموكيت لاهوت كاما البنات حتى هو راه كاين نقولوا واش فيه شي برومو الموكيت ولا حتى المره اخرى ها هو دخل في الالوان اللي كنا دوزنا ب 120 درهم راه ما بقاش واقيلا ب 120 محمد هذا واش باقي 120 صافي سير الله يسخر هذوك اللي كنا صورنا ب 120 ها هو راه فيه العبارات كاملين هذاك صورت لكم الاسبوع اللي فات تبارك الله يلاه دخل هذا جديد هذا هذا 75 شوفوا هاد الزواقه زوينه واش تحل هذه شويه اللون باش تبان
شوفوا هاد الكرونه اللي جات جديده. هاد الكرونه والبنج ديالو مزيان واعرين. البنات الاحمر شوفوا الجديد في الموكيط هذا ما شاء الله. عرفتوا هاد الموكيط بشحال البنات؟ 75 درهم. شوفوا الزواقه ديالو كي جات رخاميه واعره. نبعد لكم باش تبان. ياك 75 راه جا فيها هاد اللون وجا فيها الباج. هذا من الزواقات جداد. ها هما عندك شويه طيح. والباج ديالها الباج ديالي اللي حداها هذا الباج في الباج جا فيه وجا فيه هذا الباج بالذهبي 75 اخر زواقه دخلات. شوف ها انتم يلا اجي نقول لك العبارات اللي فيها في العرض شنو هما. هاد الزواقه اللي فيها الجميد اللي فيها جات فيها غير جوج ما يجوش فيها العبارات الاخرين مترو 60 هذه جات فيها جوج والطول اللي بغيتي. هذيك الزواقه الاخرى جوج ونص الزواقه الاخرى 30 فين الزواقه تجيو نتوما ان شاء الله وتكتشفوهم. يكون في الهوته ديال طلامط غنداو لكم بالمطروز اليوم 99 درهم. المطروزه البنات اليوم شوفوا ليا 99 درهم ولكن هذه الكميه اللي كاينه هذا غير كادو. نقولوا للمتابعين ديالنا واحد الكادو. هذه الطلميطه يستافد وهذه هذه ماشي الطلميطه وهذه ها هو المطروزه البنات 99 هذا الشيء اللي كاين. كاينه هاد الداره غتكون واحد الداره ولا جوج ها هي بالصفر وعندنا هذا في الاخضر المخات هادو اللي عاطين 99 هذيك الورده الحشيه 99 تبارك الله الاميره سير الاميره اللي كانت 200 درهم 99 شوفوا 99 درهم هذا الخضر فيه هذا وغنعطيوهم هذه 49 عرفتوا هذا البنات شنو هو قول لهم شنو هو هذا هذا الديلافي ديال 150 درهم اللي كيكون هكا ديلافي على المبرا ولا الثوب الاصلي ديال المطروز اي بالفولور ديال المطروز ها هو هذا شحال غيبقى الحاج 49 درهم الثمن ديالو 150 درهم 150 49 في حتى هذا هذا غير غير كي كنقولوا هاوتات هذا في اللوان غيكونوا في اللوينات ديالو كامل غادي يكونوا غدا ان شاء الله ها هو كيخدم منه صالون هذا كيدخل مع الانيك كيجي صالون ديروا مخاد ودير سامبل صالون يمشي حتى مع هذا تقدروا تدخلوا مخاد هذا حتى هو هذا رولو 99 هذا الشيء اللي بقى فيها البنات كميه محدوده ها هو هذا تدخلي مع المبرا الدوري ولا الدوري انت راه باش تطلعي صالون بالمطروز باقل ثمن كاين حتى الزرق شوفوا البنات ها الخضر البنات 99 درهم اليوم المطروز اول مره الثمن عند عالم الزرابي واتوا بريستيج شوفوا المطروز بوكليت هذا 99 فيه هاد المخده ياك والطلميطه ديالو هاد الطلميطه 99 درهم هذا حتى هو فيه غير هاد الرولو يدير دوره ياك ولا جوج يعني اللي غيسبقوا الاولين دخلي معاه السامبل هادو اللي غتجي الاولى غتستافد انا غنحط لكم الفيديو ورا الظهر ان شاء الله واللي جات الاولى غتستافد ثلاثه ديال الصالونات ولا اربعه هذا البوغدو ديالو هذا الا بغيتوه فيه العدد هذا 49 فيه العدد هذا مطروز هذا على الفولور الاصلي يعني ديال المطروز كاين حتى هذا الماطلاسي هذا هاد المبرا هادي الاميره اميره الفري الاميره الاولى ب 200 درهم حتى هي 99 هادي باقي فيها شويه لا هادي باقي فيها شويه هادي موجوده هادي 99 90 درهم فيها جوج تلوان اللي بقاو والسامبل غتاخذو نتوما على قد الجهد ديالكم السامبل راه عندكم من 20 من 20 درهم خدي السامبل حتى ل 40 وخدي حتى هذا شنو كتقولوا لهذا ديلافي خذي حتى هو معاه هذا عندنا في هذا اللون كاين هذا في هذا اللون ب 50 درهم خذوا نتوما على قد الجهد ديالكم هذه فيها شويه العدد هذه موجوده 99 درهم اللي بغى يستافد كاين هذا الماطلاسي هذا هذه الهوته ديال الماطلاسي البنات الماطلاسي هذا ديال 99 درهم عوض 200 درهم هذا الماطلاسي وماطلاسي بالدوغي بالصم شفتوه هذا الماطلاسي بالصم البنات ها 99 فيه الالوان كاملين شوفوا هنا كيف جا في الدوغي هذا تقدري ديري منه صالون بالسامبل ديري المخده بحال هكا وديري الطلميطه مثلا بحال هكا هذا الاصفر هذا هكا شد هكا هشام ها انتم الذهبي تجيك صالون بحال هكا 99 درهم باش غادي يطلع لك عوض 200 درهم فيه الزرق فيه الفيغ او فيه البيج وفيه الغوز وتقدروا البنات هذا تكملوا به الصالونات ديال هاد شويه المطروز اللي بقى هذا راه فيه ثمن هاوت راكم عارفين الماطلاسي شحال داير هذا راه ماطلاسي ومطروز يعني منه هكا الغوز ديالو تقدري تاخذي المطروز وتدخلي معاه هذا هذا مثلا بحال دابا هذا راه يمشي مع هذا ها هو شوف تاخذي 100 درهم 100 درهم شوف كي غادي يجيك حطوا عليه حطوا عليه ماطلاسي هكا دفع ماطلاسي
الثمن طالع طالع خذ هذا مطلاسي 99 درهم والمطروز ب 99 هانتي ها مطلامط ديالك هاو ودخلي حتى هذا الباج مع هذا الباج حنا لقينا الكطلامط دابا 99 عوض 200 99 عوض 200 هذا فيه العدد هذا موجود هذا راه كاين الفوق بالرولوات هذا البنات راه غير البارح وغير اليوم تباع ب 200 من هذه الساعه 99 درهم وفيه العدد اجيو نشوفوا الهوته اللي كتسنانا على برا بالنسبه للمطروز البروكار هذا هذا البروكار هذا من البروكارات هذا ما شاء الله راه كيدخل كل مره كيسالي فيه ستوك لانه بروكار ما دايعش وتيبان بحال المطروز والثمن ديالو 89 89 فيه النوار اما في المدن الاخرين كلهم ولكن غيتقلقوا علينا المدن الاخرين الحاج غيتقلقوا علينا كازا هي العاصمه 89 المدن الاخرين كلهم فيهم 99 يلا الناس اللي تما يكومونديهم هنا هذاك الشيء هنا النقل فابور ها هو في هذا اللون واعر الفيغ او هذه 89 كتبان بحال المطروز هذا راه بروكار فيه هذا الطلميطه وفيه هذا هذا 89 هذا ما تزقلوهش البنات الثمن زوين والجوده ديالو زوين هذه راه المخده كاينه الطلميطه ديالو هذا 89 دخلي مع السامبل غير السامبل اجيو معايا نشوف نشوفوا الهوته اللي كتسنانا برا يلا هو معايا الاخ ما بغيتش نبدا لكم من تما بديت لكم من هذا الشيء اللي فيه كميه قليله باش تستافدوا بالنسبه للمبره كل سبت ها هي عاد كتحط ها المبره هذه المبره ما بغاش تسالي مع عالم الزرابي والكليان ها هي يلا كتحط كنجيبوها كل ويكاند كتحضر ها هما كيهبطوها البنات ها هي كتحط ها هي كتعلق هذا الشيء اللي بقى من ذاك الاسبوع ما بقى والو في الرولوات 20 درهم هادي تبارك الله شي 3 شهور دابا وحنا خدامين فيها كل ويكاند كتجيب 20 درهم ها هي كل ويكاند كتدخل هي هادي شو مخده 90 ها الالوان ديالها كتحل قدامكم ها هي شفتوها ها هي كتحل قدامكم 20 درهم ونفس الالوان كيجيو فيها ياك هادي الطلميطه ديالها وهادي المخده نفس الالوان كيجي في هذاك الغوز كيهرس يدير فيها السامبل ما يديرش ويقدر يدخل هادو حتى في لا عندها فرماجات ولا دير سامبل 20 درهم كتدخل كل ويكاند هادي كتكون موجوده الجمعه والسبت والحد واللي بقى راه كيبقى الاثنين والثلاث يعني كيف ما كتشوفوا راه ما كيبقاش فيها بزاف يعني كل سبت هي موجوده 20 درهم ها هي كتحل كلات اللي دا ضجه دار ضجه يلا دخل عاوتاني بالتشكيله ديالو كريم هذا شنو هذا بنات اختي لطيفه هذا شي حاجه اللي روعه وسبحان الله العظيم كيتمشى والناس كاملين كيشكروه كاين الانتيطاش ما غاديش نشرح لك بزاف غنخلي الناس تشوف برعي الناس هادشي الانتيطاش شوف شوف دابا راه هذا حريفي معانا دابا شوف كل كيهضر معاكم حريفي شوف الزواق ما شاء الله راه شوف الجراماج ديالو ما كاينش الجراماج ديالو طالع والثمن ضمهم الثمن وشحال كيكون هذا شحال 39 درهم شي حاجه والثمن ديالو الاصلي قول لهم الثمن الاصلي ديالو الاصلي ديالو 130 140 130 140 ها هو اليوم 40 درهم هذا راه الانتيطاش الغليظ مسوه راه الكراماج ديالو طالع دابا جا فيه هاد الزواقات ودخلات فيه حتى هاد الزواقه تقدري تاخدي هذا مخاد وديري هذا طلامط كاين في السامبل اي حاجه غتشوفي كاين السامبل اللي مشى معاه هذا راه يمشي مع هذا وهذا راه يمشي مع السيال ديالو راه كاين شوفوا الالوان كاين الاورونج كاين اللي نضمنوا لكم هو الجوده واخا شكرا هو الجوده ها الكري ديالو الناس كتسول على الكري ها المخده وها الطلميطه هذا راه كانت واحد المخده مخدومه فيه هذا شوف هذا الثمن ما يمكنش هذا راه الحريفيه كيجيو يتقداو منه كيديروا حتى في لي طابيسي كيديروا في النوامس في لي كانابي 39 درهم هذا 800 ريال شوفوا الكراماج ديالو 480 في الكراماج وباقي 480 في الكراماج ديالو شوفوا اللون الاخرين الباقيين البوكليت راه جميع اللوينات كاينين شوفوا هذا البوكليت شوفوا اللون اللي جاو فيه هذا شوف ها انتم هذا تقدروا تدخلوا حتى مع البوكليت بالنسبه للناس اللي جاوا ما لقاوش البوكليت البارح الاربع واليوم الخميس راه يلاه دخل دابا تحط غير هذا الصباح هذا انا كنصور لكم فيه البنات ما يمكنش هذا البوكليت هذا نهار الحد ما يمكنش شحال تقداو منه ومنين جاوا ليه الناس جمال شوف شوفوا كلشي كلشي جا خداه الكرونه ديالو راه دخل ها هو الكرونه ما لقاوش راه هو راه حيت فيه هذا راه ماشي هو هذا راه فوشيا هادشي طاح هذا راه فوشيا وهذا بوغدو شوفوا هذا اللون هو اللي كان ذاك الاسبوع ها هو دخل هذا ها هو هنا
هذا راه ماشي هو هذا، شفتوا اللي سولوا على هذا اللون ها هو دخل هذا. صدقوني يا البنات شوفوا عرجيو نتوما ومسوه، حيت الثمن ديالو 40 درهم راه ماشي ثمنه. وجاو الحريفيه وكيقلبوه واش هو نيك اللي معروف بدي الثمن ديالو، كيقول لك كيفاش كدير هذه الاثمنه. الناس اللي تقداوه وفرشوا وخيطوه عاود جاو قداو فيه تفريشه ثانيه، قال لك راه ما يمكن كيفاش كيطلع في الصاله. لا كيطلع واعر، كيطلع واعر. واللي خداوه يكتبوا لنا في التعاليق، لانه فعلا الجوده مقارنه مع الثمن. ولكن هذا الثمن ماشي غريب علينا، في اثواب بريستيج دائما هذا محل الهوته. راه قلت لكم داير ضجه، كان في كازا دابا دار في المغرب كامل الفروع ديالو، اللي في شي مدينه يستافد. نفس الاثمنه قول لهم حنا من طرف العثمانيات، المتابعات ديالي لا في مراكش لا في فاس لا في الداخله لا في جديده لا في اكادير، نفس الاثمنه. هذا ما يمكنش، وتقدروا تدخلوا معاه دابا حتى هاد اللي جا، هاد السامبل هذا اللي جا، حيت نفس الكراماج، ثقيل 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 البنات، حيت انا كنصور هاد الشيء وعارفه الاثمنه. ماشي كنطيحوا الثمن على سخن، ولكن هما عندهم مصادر ديالهم اللي كيجيبوا هاد الشيء بهذا الثمن هذا. الله يسخر الجميع. 40 درهم قلنا هذا ب 40، وقلنا هذا حتى هو تقدروا تشوفوا الزواقه اللي في هذا الغليظ. هاي هانت تقدري ديري هذا مخاد وتاخدي السامبل هذا ديريه طلميط، ولا هذا هذا شوفوا الغوج بغيك هذا، انا متاكده ما غيبقاش من هنايا لحد ما غيبقاش. اه غليظ واعر هذا، صب نور. شوفي واحد لامبليمي ديالو كيفاش داير، هذا حتى هو زوين. شوف تا هو زوين، راه داكشي ديال لي زاكسيسوار. شوف وهذا راه يقدر يمشي حتى مع البوكلات، يمشي مع البوكلات. ها شوف ديالو في البوكلات يصور. ها هو ها انتم يقدر يمشي حتى مع البوكلات. بصحتكم الناس اللي غيتقداو، اللي بغى يخيط مرحبا، واللي بغى يهز الثوب مرحبا، مرحبا بالجميع. كلشي كاين. الريدوات ديال 20 درهم كيكونوا ماشي كل نهار، العام كامل. وريهم 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 هذا 20 درهم ها هما، دائما كما تعودوا الهوتاد 20 درهم في الريدوات دائما. هذوك اللي معلقين تاهما لهي سير جاب، درنا لهم ثمن مزيان. شحال هادوك؟ شحال سير جاب منهم؟ هادو 20 400 ريال، وهادوك اللي ليه؟ هادوك ديال 50 درهم 30 درهم 30 درهم. هادو تاهما ب 20 سامبل. ها هو الزواقات اللي فيها، راه كاين جوج زواقات، ما كتقولي راه زاد عندنا الثمن، راه كنقولوا الاثمنه. ركزوا، هاد 20 هاد 20 هاد 30، راه كاين فرق في الثوبه البنات. ركزوا لي الله يجزيكم بخير في الاثمنه. هاو ولا شديتي هذا، ها هو انا مصوره، ها هو ب 30 درهم، وقال لك اكثر من 30 ما تاخذيش خليه ليه، هذا ب 30. ها هو شوفوا هادو روميين لولا، وكاينين عاوتاني هذا الخوامي الاخرين الاثمنه، راه كاين حتى ل 100 درهم. دخل حتى هذا ديال 29، لا هذا شحال هذا؟ 29. البروكار ديال 29 حتى هو كيدخل كل نهار، كيدخل البروكار ديال 29. والرومي 20 درهم. لا غلا على مسكين، انا نمشي لكم لتما. دائما تيسولوا في الكومونتير شي الحاويه بشحال؟ 69 ياك؟ شحال شي الحاويه؟ هذه درنا لها 65. 65 درهم شي الحاويه، 65 درهم. ديما كيسولوني شحال، راه كنت صورتها لكم غير مره وما قلتش الثمن، والزرق ما بقاش حيت كنفرش لداخل. ها هو شتو الزرق ديالها ما بقاش حيت كنصور في واحد هاهي. ها هو شتو البنات، هذا 69 درهم شي الحاويه ياك؟ الحاويه وثمن حصري 65 درهم بالالوان ديالها. اه الله يحفظك. شوف الازرق البلوغوا وفيها السويفي، فيها الباج وفيها الاحمر، ديما كتسولوا عليها. ها هو الثمن. اه هذه ولات كيحطوها هكا في صالونات، شي حاجه شي الحاويه ما شاء الله. الرومي كما قلت لكم دائما راه كان 25، قلنا داك السيمانه وقال لكم الحاجه 20 درهم، حتى هذا الويكاند عاوتاني 20 درهم، كلشي يستافد. 400 ريال ها هو يلاه كيتحط. البنات كل جمعه كتحط السلعه، اليوم الخميس كنا كنحطوه الجمعه، ولينا كنحطوا السلعه الخميس باش انكم تجيو الجمعه والسبت والحد تلقاو العدد ديال الثوب. ولكن تبارك الله الاثمنه مع جيش العثمانيات راه ما شاء الله عليكم. شو يعني كل جمعه وسبت وحد كتحط السلعه، كتجيو تلقاو الاشكال والالوان. ولهنا ان شاء الله غنختموا بالفيديو ديال كل اسبوع ديال عالم الزرابي، وكذلك اثواب بريستيج. نعاود نعطيكم اللوكاليزاسيون، نعطيكم النعت. حنا في حي السلامه، الشارع المعروف قهوه الهودج. هنايا الجهه هنايا كاين المسرح مولاي رشيد، الجهه الاخرى كاين الرومبا ديال العماله ديال بنسي. في جوجل مابس ديروا غير العماله، اوفاس معايا العماله، كاين مرجان، دخلوا على مرجان نيشان. ما عندكمش ماشي تطلعوا ملي غدوروا على الرومبوا، ملي غتكونوا جايين غتخليو مرجان على يديكم اليمين، مرجان على يديكم اليمين، وغادي تجيو. انا غنحاول نقرب باش يبان لكم غير داك البانو ديال
ها هو شفتوه بان لكم، ها هو راه بان يعني من تماك. ها فين كاين مرجان ماركت، يعني غير كتطلعوا للروم بوان كيبان لكم باش ما نقربش للناس. وكيحلوا طيله الاسبوع، وبسلامه عليكم كيف العاده تهلاو ليا في المتابعين ديالي.